هلا اتني اذا حدا عنده مود انه يطلع من الازمه اللي فاتوا فيها ولا ازمه ما بيقبلوا اخذنا المبادره حتى نطرح حل المبادره قائمه لغايه الساعه 22 من تاريخ 23 من تاريخ الغد لن تكون قائمه بعد الساعه 22 يتقدم أو الأحرى نتقدم بعد موافقة تكتل التغيير والإصلاح بالإجماع من جميع الكتل النيابية المعنية في المعارضة والموالاة بالمبادرة الإنقاذية الآتية يسمي النائب العماد ميشيل عون مرشحا لرئاسة الجمهورية من خارج تكتله وتياره يلتزم هذا المرشح مضمون وثيقة التفاهم مع حزب الله وينتخب من مجلس النواب وتنتهي فترة رئاسته مباشرة بعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة على أن يتأمن النصاب الدستوري الثلثين حينها لانتخاب الخلف